هالمرة غير، دائما أنا أسوي الألمة التسريحة، ولكن هالمرة الله يستر ألمة وش بتسوي لي. لا ترى أنا أعرف أسوي، بفتح لي بعدين مشغل إذا كبرت. ما شاء الله. إيه ترى أعرف. تخربين شعور الناس وتطلعين. والحين بنشوف إذا طلع شعري حلو بسبب تسريحة ألمة تفتح مشغل. إن شاء الله بيصير حلو. إذا طلع لا. إن شاء الله بيصير حلو لأن مني. طبعاً أول شيء شيل البنس. أول شيء بفك تسريحتي القديمة. الحين ديالة خلها بتفك التسريحة وأنا بعلمكم وش الأشياء اللي نحتاجها. أول شيء نحتاج هذه الفرشة، ونحتاج مفرق عشان نفرق، ونحتاج ربطة، ونحتاج بنس. وطبعاً الحين اسم التسريحة تسريحة الأخوات. ما نعلمكم وش بعد شوي بعلمكم وش السبب ان سميناها تسريحة الأخوات. بعدين شوي وتشوفون. طيب. اشرحي شلون بتسوي. طبعا اول شيء ناخذ المفرق نفرق الديالة. اشوفك تبين اساعدك. دقيقة ما يحتاج فرق. دقيقة ما يحتاج فرق. انا عارف. طيب. اننا ناخذ من هنا. طيب تاخذون الله يستر. تاخذون كمية كبيرة اذا تبون او صغيرة اللي تبون. امسك هذا شوي. اللي مساوي خلص صدق. دقيقه هذا شوي كذا امسكيه. يمه طلع شعري بالكاميرا كني عروسه. عادي. طيب من هنا من زي هنا. وين هنا. اي شعري معليش. تفضلي شوي. دقيقه خليتي الكميه اكثر. تاكدك وش الكميه الاكثر. هذه بسوي انا. يلا مساعده صغيره. مساعده بسيطه. طيب كذا طيب. نطلع خلصنا. لا امزح. نروح الجهه الثانيه. بسم الله نروح من هنا تبدأ. طبعا ناخذ الحين هذا. دقيقه نحط هذا ورا اول اللي فيه. طيب ناخذ اول شيء دقيقه بس بجهز بنسه. هذه يلا هذا البنس هنا. ايه. اول شيء دقيقه سوي زوم هنا. اول شيء دقيقه ناخذ الفرشه هذه الكبيره. مو كبيره عادي بسيطيه اللي عندكم على حسب الحجم اللي عندكم. نمشط شوي يعني عشان يصير مرتب. عرفتوا؟ هذه يصلح تسريحة كذا خلصنا التسريح. لا لا تستحبني يا ريالة. والحين نلفه بارم. أنا خائفة جدا. زي كذا. طيب بعدين أعلمكم إيش تسوون. ناخذ بنسة. أمسكها. يلا أمسكيها شوي. دقيقة بفتح البنسة لأني ما أعرف أفتحها. مشكلة أنا أعرف كل شيء إلا البنس. هذه هي. حط كل التسريح. افتحيها انا بمسك شوي وبحطها انا عادي. لا انا بحطها لك عشان ما اقدر. شلون اعطيك اياها كذا؟ دقيقه كذا انا فكها خلاص. دقيقه دير زين الاربيض شوي. تكفين انت سويها خلاص انا بمسكها. يلا وانا بسوي تسريحه لنفسي. لا الحين انا بسويها طبعا. اصبروا تونا ما خلصنا كذا. شو الفايده اجل. وناخذ ننزل شوي لان في شوشه شوي بسيطه بسيطه. شوفوا انتوا تقدرون ترتبونها. يعني ترتبونها بس تعرفون بنت. نروح الجهه الثانيه. بسم الله تلخبط طيرل. الا كذا صدق. انت بس تتكلمين وانا اللي بنفذ. لا والله وش الفايده اجل انا جايه. روحي اجلسي. لا 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 بس يلا تكلمي. تنفيذ انا اللي انفذ. انت بس تكلمي. لا 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 مالي دخل انا. خلاص يا بنتي. لا مو كذا ارجعي ورا. عادي اصبري يطيح الارفيز حقي. ديالا في مساعده خفيفه بسيطه. مساعده كثيره خلاص خلاه كله قاعد اسويه انا. اوف دقيقه يا ربي شعري يعني. اخ طيبه يا اخي قاعد اسوي كل التسريحه عن الما. انا مرتاح. اول شيء دقيقه هذه هذا عشان اللي تبونه. الملفي شوي لفي شوي عشان يبي يشوفها. شوفوا المشط من فوق عشان يصير مرتب. عادي تحمل شوي شوي شوي. اعطيني هذه اسهل عشان ما تعوركم. يا بنتي قاعد تحقد علي عشان يا بنتي شعري. وش اسوي؟ خلاص بس كذا بس خلاص بس كذا يكفي. وناخذ الربطه هذه الوديه. هات شوي. وخري اصبري. انا يا بنتي. لا ما يحتاج مساعده. ما يحتاج عشان تصيرين مكتوب كذا. وخري بسرعه بس بمشطه. ايش فيك انت خايفه؟ خلاص انت سوي تسريحه. يلا بسويها شوي. اربطيه اخر شوي. طيب اخري يدك تربطين ربطه قويه. اي اعرف اجل وشو.
شوفوا ألما كيف قاعد تحوس شعري. ما أحوس شعري أنا أعرف ترى، بس أصبروا ترى تونا ما خلصنا. واضح مرة كل اللي قاعد أسويه أنا قاعد أسويه، أنتي بس قاعد تسوين ربطة. ما شاء الله. نسوي كذا نشده، نزل هذا شوي، حطي ورا رجلك. طبعا مو مره مترتب. طبعا الحين بنقول لكم لا اصبري، بعدين نفكه. ليه فكه كذا؟ بعدين نسوي كذا. اي اي صح صح صح، انا بسويها عشان انت تعقدين شعري. لا شعري. شوفوا ناخذ فتحه صغيره زي كذا. نروحي على اليمين ولا على اليسار؟ زي كذا الى الشعر. انا بسوي انا نفتح فتحه كبيره. شعرك ما شاء الله كثيف، ما شاء الله. سوي كذا زي كذا. شوفوا 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 الله شوفوا. جميل جدا. نقول السر الحين. طيب الحين نقول السر. فيه سر. الحين السر اللي كنا بنقول لكم سبب تسمية تسريحة الأخوات. واحد اثنين ثلاثة. بسوي التسريحة الألمة عشان كذا سمعناها تسميح. ما حد يعرف، ولا حد يعرف. أحمد يونس ولا أي أحد، ولا حتى أختي جنى. ما حد يعرف. بنسوي الألمة لأنها خربت شعري بخرب شعرها. لا 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 لا. طيب شوفوا زي كذا. يوم أستاذ أحمد يونس قاعد يهددنا يقول والله أوريكم. يقول بوريكم لما تطلعون. أستاذ أحمد يونس جدا مصدوم الآن، يقول ليه ما علمتوني ما جهزنا. أستاذ أحمد يونس حسبنا خلصنا. دقيقة نسينا نحط الشباصات. الشباصات نسيناها. بالأخير بالأخير باقي لنا عندنا فقرات كثيرة جدا. يعني إذا خلصنا كل واحدة تسوي الشباصة الثانية. ننسينا الشباصة. طيب كذا بناخذ ونسوي واحد اثنين. المجهزة جيدة بنتها مجهزة. ثلاثة. يو طاحت. باخذ هذه هذه. يلا دقيقة فتحتها لك. هي تفتح تفكيها كذا. فكيتها. يلا زين تشوفون كيف الصدمة، صدمناكم جدا. هذه المفاجأة اللي كنا بنقول. شفت حتى دي أنا ما تعرف تسوي. شوف سويت على الأقل أحسن من ألمة. أصبري وبعدين بسويها. أنتي إيه خليني. شو حتى ديالة ما تعرف تسوي. الله يهديها يا ديالة. يا بنتي خمسين تسريحة دخل. سويتها لك. ترى هي اللي تخرب الشعر. شوف كل تسريحة تخرب شعري. فأنا تقمت منها، قلت بأخذ التسريحة وبسوي شعرك وبخربه. خلصتي كلام؟ بس بجيب البنزح فنخ الشعر ويقولون ديالة هي اللي ما تسريح. شوفوا 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 ترى أخوات يصيرون اللي مو توأم يصيرون توأم بالغصب. شو ولا واحدة ضبطت تسريحة الثانية. يعني قال خلاص بس باقي لنا شوية نخلص إن شاء الله. ديالة كذا واحد اثنين ثلاثة. هاتي البنسة. سبحان خلاص قربنا نخلص. شوفوا حتى ديالة يا أخي. يا بنتي خلاص كيف تسبيني. طاحت. أنا ما سبيت. طاحت. مش طاحت. البنسة. أعطيك بنسة ثانية. شفتيها. في واحدة اسمها آسيا تقول في الهاشتاج صح؟ ايه تقول هذه اسمها وشو نسيت؟ تسريحة مناقرة الأخوات، مو تسريحة الأخوات. استغفر الله يا أخي. اصبروا الحين بنصير طقم. اصبروا يا أخي. أخوات اللي مو توائم يصيرون توائم. اصبر. في بيداء تقول اجبري بخاطري أختك الصغيرة. اي والله ترى أنا قاعدة أمزح الحين، يعني مو صدق. صادقة والله أنها صادقة. وأمل شوي تقول بدأت المشاكل العائلية. هاي مو مشاكل العائلية، العائلية اللي تصير أم وأب وأخ وأخت. هذا مشاكل الأخواتية. هذا حنا مبدأ عندي أنا وألمة اسمها المشاكل الإخواتية. وش اسمها؟ طبعا المشاكل الإخواتية. طيب ونسوي كذا. بعدين نسوي كذا. شوفوا نفتح فتحة صغيرة بعدين ندخلها من جوا. اي اي يحور شوي شوي بعدين. يلا شوي. اي اي كذا. بعدين جبتي شعري نشده. بعدين نطلع الفيونكات. ايش تبغى؟ اي لون؟
ابي وردي نختارها معاكم. وردي ابيض احلى. يلا ابيض. طيب عشان نستقيم مع نفسي شوي. بفكر لكم شوي. اذا فكرتيها بفتحها عشان نطقم معك. شوفوا الدرجة الما شلون تحبني قاعد تقلبني عادي. همانا قلنا حنا مو توأم بنصير توأم. شوفوا يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. دقيقة خلي بحط شباصات. يلا حطينا الشباصات. وردي أبي وردي أبي وردي بين وردي. يلا يلا اللي تبينه. طلعي واحدة ثانية تكفين. طيب بسرعة بسرعة طلعي. يلا طيب ها هذه بفكها صمت شوي. راحتي هاتي من الجهة الثانية بعد شوي. يلا عشان نسوي وصورونا تصير هذه البوست. يلا يلا لفوا 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 كذا كذا. أنا ما لف من ورا. شوفوا شوفوا أنا ألمى صديقتي صديقتي صديقتي. شوفوا ترى أحب ألمى. ما عليكم أحب ألمى. ما فيش فيكم أنتم.